طيب احنا رجعنا لحضراتكم مرة أخيرة وفقرة السوشيال ميديا بقى، والسؤال اللي كنا بقالنا أسبوع بنقوله أو المقترح يعني، وجه رسالة في فيديو قصير للفريق عندنا أو حتى للاعب معين، ونقدر على يعني على قد ما نقدر أنا وكريم قلنا أو وعدنا هنعرض الفيديوهات دي في فيديو كبير مجمع، صح الكلام؟ كانت لطيفة تفصيلة إن احنا خليناه فيديو، لأن احنا من أيوة. أول ما ابتدينا مع حضراتكم البرنامج الحقيقة طبعا حضراتكم مش حارميننا أبدا من تعليقاتكم الجميلة، ولكن دايما بتوصل لنا كتابة، فقلنا بقى فرصة زي ما حضراتكم بتشوفونا كل يوم احنا بقى نتعرف على حضراتكم بشكل يعني ملموس من خلال فيديوهات نقدر من خلالها حتى نستنتج حجم جماهيرية وشعبية النادي الأهلي عند الغير مصريين أو حتى عند المصريين المقيمين خارج مصر، وده طبعا اتحقق إلى حد كبير من خلال الفيديو الأولاني اللي عرضناه من حوالي كان الأسبوع اللي فات. احنا عرضنا الأربع اللي فات فيديو قصير كده كان تقريبا حاجة و50 ثانية لبعض الفيديوهات اللي وصلت لنا، وكان في فيديوهات تانية كتيرة جدا اتبعتت، فالناس كانت بتتساءل على تويتر والسوشيال ميديا ليه ما عرضتوش الفيديو بتاعي، فكنا بس بنقول عشان الوقت، لكن احنا هنعرض ان شاء الله النهارده برده مجموعه كده على ما قدرنا، لان برده في فيديوهات كان يقول لك الصوره بتبقى وحشه جدا او يعني بيبقى الماتيريال فيها مشكله او حد مقرب التليفون قوي من وشه او الصوت مش واضح يعني صحيح. في فيديوهات للاسف فعلا بتوصل لنا بس ما نعرفش ان احنا نعرضها يعني لازم يكون في حد ادنى مرتفع من الكواليتي او الجوده عشان نقدر نعرضها للحضره. بس على كل حال قبل ما نشوف الفيديوهات برده انا هرجع وانا وكريم ونركز على الموضوع الخاص بالسوشيال ميديا اصلا، هذه الفقره اللي احنا بنحاول في 10 الصبح في الاهلي ان احنا نتواصل مع حضراتكم بشكل مباشر، يعني اي تعليق اي حاجه بتبعتوها احنا بنشوفها بنفسنا، مش بس القناه او اداره القناه لا او الصفحه لا، احنا بنشوفها بنحاول ان احنا نوصل صوتكم، بنحاول ان احنا حتى فكره احنا كنا سالنا الناس اللي بتتابعنا حابين تشوفوا فقرات ايه، حابين تشوفوا ضيوف مين معانا، عايزينكم تكونوا جزء معانا في فكره هنا اعداد البرنامج، فحابين ان احنا يكون في تواصل بشكل كبير، ده اللي احنا وعدنا حضراتكم عليه في اول يوم افتتاح قناه الاهلي، لما قلنا احنا هنحاول على قد ما نقدر نوصل او نقدم المحتوى اللي يليق بحضراتكم، فدي بقى الفقره اللي احنا من خلالها بنتواصل بشكل مباشر صحيح. فيعني مزيد اي تعليق اي فكره، وبصراحه خليني برضو اقول حاجه كريم، التعليقات ولو هنتكلم هنا بالارقام 95% منها والله تعليقات فيها تشجيع، فيها كلام ايجابي جدا، فيها صوره جميله، وهرجع اقول تاني احنا حاسين احنا بنشتغل مع عيلتنا، لان حتى لو في حاجه وسلبيه مش بيقولها لك كشكل نقد، هو بيقولها لك لان هو عايزك تكون افضل طبعا. فروح ما اعتقدش ان هي هتبقى موجوده في اي مكان تاني. وبعدين البرنامج ده في الاول وفي الاخر هو برنامج لحضراتكم، فلما حضراتكم تبعتوا لنا يعني من ضمن تعليقاتكم اي اقتراحات عايزين تشوفوها من خلال البرنامج، لا نملك غير ان احنا نلبي الندى، وربنا بس يقدرنا ان احنا نعمل ده دايما مع حضراتكم باستمرار. خلونا بقى نشوف الفيديو ونتعرف نشوف الفيديو يلا. ونرجع كده ندردش معاكم شويه، اتفضل. مبروك يا اهلي انت البطل. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه ومجلس الاداره برئاسه المحترم محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين الفوز بالثلاثيه التاريخيه، وان شاء الله تبقى رباعيه وخماسيه بالفوز بالسوبر الافريقي والسوبر المصري، وان شاء الله السنه الجايه نحقق بطولات اكتر زي ما احنا متعودين دايما مع النادي الاهلي، وان شاء الله دايما نصر الاهلي في العلالي وتمني رايته مرفوعه. ومعاك يا ألف مبروك للنادي الأهلي، بطولة ورا بطولة ورا بطولة، الثلاثية إن شاء الله منتظرين منكم الرابعة والخامسة، ومنتظرين كمان كأس العالم للأندية في قطر إن شاء الله على منصة التتويج، قدها يا رجالة. صباح الخير ليكم وشكرا لبرنامجكم الجميل، مبروك الثلاثية يا أهلي ودايما معاكم، عقبال الرباعية عقبال الخماسية، معاك يا أهلي إن شاء الله دايما للأمام. شكرا ليكم برنامجكم المحترم. انا بهني النادي الاهلي على الفوز بالثلاثيه التاريخيه، وان شاء الله نكسب السوبر الافريقي والمحلي ونحقق ميداليه في كاس العالم للانديه، ودايما الاهلي رقم واحد. التشميل بنهد جبال وبقى على صوت دايما بنشجع الابطال، فريق كبير فريق عظيم قد لي عمري وبرده قديم، يعني والله بننبسط لما نشوف كده كلام جميل مبعوث، واعتقد حضراتكم اكيد برضو بتنبسطوا لما تشوفوا الفيديوهات بتاعتكم انتشرت وانتم بتهنوا النادي اللي احنا كلنا بننتمي ليه، اعتقد حاجه او لمسه جميله جدا، وكانت فكره حلوه بصراحه طبعا. فكره البدايه بس انا متعشم أيوة. يعني واتمنى يكون عشان تتفحلوا ان شاء الله المره الجايه لما يكون في سؤال سوشيال ميديا ليه علاقه بان حضراتكم تبعت لنا فيديوهات، احنا كنا قلنا لكم حتى يفضل يعني يا ريت اللي منكم عنده شباك عنده بلكونه عنده سطوح بيطل على ديو
فيو معين لطيف، لان كميه الحيطان اللي خدناها من خلال الفيديوهات اللي جت لنا الحقيقه كتير جدا. فعايزين برضو نعرف حضراتكم قاعدين فين، اللي منكم مقيم في دوله اوروبيه برضو عنده اي مظهر سياحي لطيف يبعت لنا الفيديو منه برضه، فرصه نعمل سياحه فرصه فعلا تكون حلوه جدا. ويمكن انا وكريم كده قبل يعني في الفاصل قبل فقره السوشيال ميديا كتبنا على تويتر اترك تعليقك وهنقوله على الهواء صباح الفل. فعايز اقول لك يعني في ثلاث دقائق جالنا مثلا يعني نقرا بقى انا وانت. في مثلا احمد صادق بيقول صباح العشرة صباح بلون الفانيلا الحمراء، بيتكلم طبعا على البرنامج. لا لا بس انت عندك احمد كلام صغير شويه، انا مش عارفه اقرا ده. احمد ايه بقى؟ عبد ربه، احمد عبد ربه صباح الورد والياسمين لبنت الاهلي واجمل ضحكه اهلاويه على شاشه قناه الاهلي. وفي اللي كتب مي كاتبه العش حياه او الاهلي حياه عفوا. وهنا في ابو يوسف صباح العسل والياسمين. وطب انا عايزه اي كده رساله، مفيش اي، كله صباح الفل صباح الخير الاهلي حياه كلها حاجه صباح الخير برضه. مش وحش برضه صباح الخير مش وحش. لا بحبكم، سلامي حبيب للاستاذ كريم. وفي حد بيسالك ما عندكش اعمال فنيه قريب؟ ربنا يبعت نية موجودة. لما عارفة كان زمان السؤال ده بتسأل حد من الفنانين يقول زمان يعني يقول لك ايه عندي مثلا مسلسل بس في العلب او فيلم في عندي فيلمين في العلب اللي هو لسه في العلب يعني ده ما بقاش يتقال بقى في العلب اللي هو لسه تحت النظر. انا عندي فيلمين في العلب، عندي يعني ادوار صغيرة في فيلمين وان شاء الله يعني لما تاخدني معاك في دور صغير تنوري الدنيا. يا نهار ابيض مش منك اي عرض يعني، جميلة السينما المصرية نسعد ونتشرف. لا انا اللي سعدت معاك يا كريم بجد الاسبوع ده حقيقي كان اسبوع جميل واخبار وضيوف مختلفين. اتمنى كمان حضراتكم تكونوا استفدتوا جدا معانا ونهايه الاسبوع بقى والحلقه. يا رب يكون ويكند سعيد على كل حضراتكم مليان خيرات، وان شاء الله نرجع يتجدد اللقاء ما بيننا مره ثانيه يوم الاحد الجاي باذن الرحمن. قبل دلوقتي بساعتين من 10 الصبح اظبطوا ساعاتكم، افتحوا قناه الاهلي تلاقونا 10 وثانيه لا 10 و5 ما تلاقوش، احنا 10 بالظبط تلاقونا معاكم. اشكركم على حسن المتابعه، السلام عليكم.